البس بزاف. شوفوا المقيلة، هذا كله أوتفيت أصلا كنعطيكم من خلال الامتحان. مرحبا بكم معايا في فلوق جديد. توحشتكم 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 بزاف، عرفتوا بقوه ما توحشتكم من العرس، من اخر فلوق ديال العرس ما صورتش لكم، بقوه ما توحشتكم قلت غنحل الكاميرا، ما عندي حتى شي فكره في راسي زعما شنو غنصور وداك الشيء، قلت غنحل الكاميرا وغنصور لكم اي حاجه، مهم ما نغبرش عليكم حتى نتوما كتبقاو تقولوا لي خوله ما تبقايش تغبري، دونك قلت غادي نحل الكاميرا ونصور لكم غير النهار ديالي كيفاش كيدوز. ما عرفناش هذا النهار كيفاش كيدوز، تقدر تخرج لنا شي سوربريز ولا شي حاجه. المهم صراحه ما عرفتش نصور لكم غير هذا النهار ولا اليوم وغدا، على حسابي الا جا فلوق طويل بزاف راه غنصور لكم غير اليوم ونهار ندير لكم وغدا ندير لكم شي فلوق اخر. المهم البنات لقيتوني يلاه فقت جمعت بيتي، بقى ما فطرتش حيت انا عندي جوج وجبات في النهار، دايره الصيام متقطع وانتم عارفين اني دايره الريجيم. دابا الوحده وصلت اول وجبه خصني نمشي نطيبها، نورمالمون خاص الوحده تكون الماكله واجده ولكن انا تعطلت ماشي مشكل. دابا غنمشيو نصايبو اول وجبه عشان تشوفوني داكشي اللي كناكل في الريجيم. اول وجبه كنفتح باه غادي تموتوا بالضحك. فين الشيء اللي كاين توحشتكم بزاف، ويلا طيبوا معايا اول وجبه. نقول لكم شنو غنصايبو، غنصايبو واحد البرجر ديال البصله، نخلي لكم التصويرتو هنايا داير البوز في تيك توك، وقلت اجي نجربو مناسب للريجيم ديالي الكيتو دايت باسكو فيه كفته الدهون فرماج البصله، يعني مناسب ليا بزاف في هاد الريجيم اللي دايره انا، حيت الريجيم اللي دايره انا كيركز على الدهنيات اكثر حاجه عاد باش الشيء الاخر، الدهنيات عاد باش البروتين عاد باش الخضره، الكاربس ما عنديش نهائيا ما كناكلهمش. المهم البنات الا بغيتو فيديو على الريجيم انا راه كنصورو لكم، ولكن بغيت نحط لكم حتى الاخر حتى نوصل للريزولتا فينال. بديت لكم في البدايه تعبرت معاكم، ولكن بغيت ندير لكم ديك الترانسفورماسيون باش تموتيفا ولا عندها شي شحمه ذوبه. ديك البرجر بان لي ترند دابا في تيك توك، تقدروا تكونوا شفتوه في تيك توك حيت هاد الايام دير البس، غادي نصايبوه وغادي نقول لكم واش جابنين ولا لا. فوالا المهم البنات انا دابا دخلت للكوزينه غنوريكم الحداقه ديالي اليوم، غادي نصايبو داك البرجر يا ربي صدق لينا. انا عرفت فاش كنبقى نشوفو في تيك توك كنتهاه وكيجيني هو هذاك مع الريجيم، دونك كنقول شي نهار غنصايبو ودابا غادي نديرو معكم في الفيديو. المهم اول حاجه غادي نقطع البصله وغادي نصايب الكفته، غنوريكم كيفاش كيدير الكفته وداك الشيء، المهم غنصايب لكم لي زيتاب كاملين، خليكم معايا حتى لاخر لحظه حتى غندوقو وغنقول لكم كيجا واش خايب ولا زوين. المهم اخويا خاتي دابا غادي ندوق البرجر كي جا. جاتني البصله صعيبه باش تجي هكا تبقى مدوره كتحل، فهمتوا هي اللي عصبتني فيه، ولكن انا حاولت معاها باش تجي شويه صعبه ودرت معاها حتى الخص حيت كيعجبني الخص. اجي ندوق الاكل ديالنا، غندير معاه خصيصه الفوق خصيصه لتحت وخصيصه من الفوق بحال هكا. ها انتما نوريكم مزيان، شوفوا كي جا كفته الفرماج بصله وخس. بسم الله
والله تستقبلني. واو واو شوفوا ورا صعيب في الماكلة ماشي بحال برجر بالخبز ولكن واو عجبني. ناكل تاني شوفوا هائل 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 هائل. مازال هو البنات راه كدير معاه واحد لاصوص كيديروا المايونيز وكيتشوب وكيزيدوا عليهم كورنيشون بصله. انا ما كناكلش كيتشوب باسكو حلو والمايونيز كنحاول نبعد منه حيت فيه الدهون بزاف لي كالوري ديالو طالعين. شوف بلا ديك لاصوص وقالوا كيقولوا في تيك توك بان ديك لاصوص هي واحد 30% اللي كتزيد تزين هذا البرجر ولكن انا دقتو غير فحال هكا عجبني ما يمكنش حال بنين البنات والله جربوا. المهم بغيت نقول لكم واحد النيوز دابا انايا شي 20 يوم باش بديت الريجيم طيحت 5 كيلو كيتو دايت. نصيحه للبنات اللي غلاضوا بغاو يضعفوا اعتمدوا على الكيتو دايت غير هو خاص ما يكون عندك حتى شي مشكل في الكلاوي حتى شي مشكل في الكبده ما تكونيش حامله. ابغى هاد الغوسيت اللي درت معكم اليوم هذه اول مره غنجربها كاينين فيه بزاف ديال الغوسيت بنان بغيت نشوف حالها كيفاش تبدا ونبدا نبارطاجي معكم لي غوسيت غير كنحاول نموتيفيكم واخا الفيديو غنلوح لكم حتى الاخر ما عرفتش امتى غنلوح لكم جو بونس وار بدا غنكون وصلت للبوا اللي بغيت ان شاء الله يا ربي. وهاد الريجيم كتحسوا ما فيهش الحرمان غير هي راه الكاربز ما كتاكلوش صفه نهائيه الخبز لي بات الروز لي فخوي من غير التوتيات يعني الفريز والتوت هذاك الاحمر وداك الشيء خضره كامله مسموحه من غير خيزو والبطاطا. ابغى راه كتاكلوا بحال هكا اللحم الدجاج مع الفرماج مع الكريم فخيش المهم كتحاولوا تخترعوا وصفات راه غير البيض ومطيشه راه كيتو دايت فهمتوني البيض ومطيشه وكنزيد فوق منهم مغصو ديال الفرماج راه كيجي بنين وصافي. يا البنات اللي مبغيتوش تضعفوا مع هذا الريجيم صراحه انا راه احسن ريجيم اكتشفته هو هذا والله كدرته وخرجت منه وندمت. شويه الفرايز هادو حلوه صراحه ودابا وداعا للاكل حتى 7 تاع العشيه. نوض غنغسل دوك الماء اللي خليت في الكوزينه ابخي البنات غنجي نوجد معاكم راسي حيت عيطوا ليا البنات قالوا لي اش بان لك نمشيو نديروا ليكيتاسيون في العشيه. انا ماشي من العاكزين قان طاكت لهم مرحبا وستانسيت ونركبوا في العود شحال من حاجه ان شاء الله في الكتاب. دابا البنات غادي نديروا فقره الميك اب غادي ندير ميك اب سامبل حيت خارجه ما بقيناش غادي نديروا ليكيتاسيون وقيلا نمشيو نديروا شي حاجه اخرى ما عرفتش. المهم انا خارجه مع صحباتي دونك غادي ندير غير ميك اب سامبل 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 اقصى درجه صافي. نتوما عارفين المكياج السامبل ديالي ديما كنبارطاجيه معاكم. هذا القلم الذي اعشقه ديال مينيسو كنموت عليه. شوفوا عندي الجل ديال اناستازيا عندي ديال توب فيس تاهو زوين عندي ديال كيكو عندي ديال ماي بيدين ولكن انا وليت كنعتمد على هذا حيت كيجيني ساهل 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 غنشطو الحاجة ديالنا. وبهذا كنكونوا انتهينا من الميك اب صراحه شوفوا عجبني وما عجبنيش
عادي فحال ديال ديما ماشي عادي نورمال ما زوينش وما خايبش. غرزت شويه الفرا بوبيير فوق عيني وما فاش كنديرو زوين. شوفوا المهم البنات دابا غنمشي نلبس حوايجي ابخي نرجع لكم. المهم اخويا خالتي دابا وصلوا عندي البنات. لبست سروال نوار دريك كروب توب نوار غنلبس فوقو هذا حيت كاين البرد شويه الصراحه هذا هو اللي كيهنيني في هذا البرد اكثر لكم بالله فاش كنبغي نخرج الراحه. ايوا وصلت البنات بقات لي غير شي حاجه نلبسها في رجليا وغنخرج خرج نبدلو جو كيما شفتو هاد النهار داز عندي سامبل ما كانش عندي فيه شي حاجه مهمه كاين اللي خد والو على الراحه. مورا ما تغديت مشيت غسلت الميعان وبقيت شاده ليا واحد السيري عاد باش نتماكيت فقت على خاطر خاطر خاطر. شوفوا الاوتفيت ديالي بلاتش بلاتش شوفوا الاوتفيت ديالي واحد هذا كله اوتفيت اصلا كيغطيكم كيخلي حتى حاجه تبقى تبان الحزمه بحال هكا واخا هو في بلاصه الصقر كنهز ليا الحزمه عرفتش ما فاكره نهز داك البيج غنهزو بلا هاد الصمبات داك البيج ما عندو حتى شي منافس بحال هذا غادي لذيذ هذا اللي كنموت ها هي سلبى كتبغي لا ما يمكنش حنا غتقول بيه فحال كنغنيو رايحه ما بقاتش باغا تخرج معايا واش تمرة في راسك راك تشهدو عليها جينا طربنا عليها الطريق وما بغاش تنزل ديها بسالي قلت لك طلعوا دابا من الشرج انا وريوك البطبطه يا بطبطه تحلي شنو قلت هذيك النهار البزبزه حنا على ورا كنبزبزه ماشي شافتي واخا لا لا بقات شوف دابا كطلع علينا ملي جابتني حتى لحدا دارهم قالت لكم لقيت شي خارجه يلاه شوفوا ديروا راسكم فريحه نتوما in my veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my ايوا لك تلبس شي حاجه كتلاش شويه شطره 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 بالوحده بزاف وصافي عطوك حنا 20 درهم يلاه مشات ضربي علينا دوك النظاره فات لا كتبني بحال استهداف غنشربوا هذا الريستوران كاينه في بورغون كما قلت لكم سبيسياليتي ديالهم هي الحوت ولكن نقول لكم واش عندهم ماكله زوينه ولا خايبه اجرب نضاد راك فاتي عاد هاك راه يضروك عجبني النواغ المره الجايه ولا غندير نواغ جدور عجبني انا مشيت شريته زوين النواغ شوفوا كي جاوبين نضاد فاتي الله يبارك لك استاذات تحيه للاساتذه كيف احنا في طور انتظار العشاء فينا نموت جوع انا خديت مقيله غناكلها بلا خبز مناسبه ليجي مقيله راكم عارفين اش كيكون فيها البيض و دوك اللي في خوي دماغ و خونا راه في الصوص الريزي اه ممكن ناكل خبز لا والو حبيبي الخبز هو موسم ما ناكلش لي بات دلفينه صحابات كبر تقولوا دي بغات دلفينه شو هادي كيولات شو هادي النفاعوش شو هادي صايبت النفاعوش شو هادي صايبت فاش شويه ما كيولاش كتخلع سمع سلمى كتنمل في عباد الله سمع راك مشدوده في الفلوق كتنمل ما تعرفيش ما بنا شوفوا المقيله هاد المقيله بنينه هي اللي وصلت ياك مليحه المهم اخويا خالتي انا يلا دخلت للدار دابا عرفت جيت عيانه المهم دوزت معايا النهار نهاري العادي البنات انا دابا غنمشي ندي ماكيا وغلبس بيجامه نبدل حوايجي وغادي نعس غدا تابعنا واحد الحاجه اللي ما نقولهاش لكم حتى غدا ان شاء الله تصبحوا على خير ودوزوا معايا ان شاء الله حتى غدا هاد الفلوق عند لكم فيه يومين او بون عليكم واخا نتوما ما تكونوش غتنعسوا فاش تشوفوا هذا الفيديو مرحبا عليكم باي باي مورنين خويا خالتي ناري باقي متسرحش ليا الصوت ديال الهضره. المهم صباح الخير البنات انا يلا فقت 8 ديال الصباح هادي لبست حوايجي ديال سبور وغنمشي عند ريحان باش نمشيو نديرو لا مارش حدا البحر نديرو شي اكتيفيتي اللي كيرمي الدار. المهم نتوما معايا في هذا النهار الثاني ديالنا شوفوا الاوتفيت ديال سبور كي جاني المهم خليكم معايا عاد شوف باقي ما قادش نهضر كنحس براسي باقي ما فقتش مزيان مي غنفيقو مجموعي
تريكو ديال الصباغ ولبست معاه ليكين كحل حتى هو ديال الصباغ وصافي هادشي اللي كيبقاو لي غير ديدراتي خصهم يتمسحوا. المهم لي زعمي هيا ريحان جات معايا دابا غادي نتريني وانا وياها حيت حجنا بجوجنا حجم زائد وغادي غادي في الخسران لي زعمي انا السخونه يا مليش ريزي راه ترجع للدار ما تاكلش تاكل السكر الحلاوه كضرب كلشي في الدار. عيت ما ندير فيها الناس كنقول لها غادي دير الريجيم تقول لهم كنصح صاحبتي عيت ما نمشي فيها وندير فيها الناس كتقول انا عاجبني راسي بحالو دابا لا ماشي دابا كل واحد عنده الرغبه انا ما عنديش دابا حاليا ما عنديش رغبه باش نقص داكشي البنات. حنا دابا وصلنا عند مول بيكالات اليوم انا وريحان غادي ندير بيكالا. انا تجربتي الثانيه هي اول مره انا اول مره نجربها حيت انا ديجا لعبت نمشيو بهم حدا البحر وهنا نتوما معين البنات حنا خدينا البيكالات عرفت واحد الاحساس واعر ما يمكنش امبوسيبل. شوف البيكالات شحال زوينه وتسناني هذيك تاعهم ريحان ما كتسنانيش. المهم سمحي لي على هاد التصبح عشو واحد الجو هنا بغيت تعيش السعاده جي وعيش واحد الجو كيف بكاله ب 40 درهم انا نوريكم من البيكاله فاش نرجع سخافش مع درنا ديك الرامبو ديال جامع حسن الثاني وكنت كنبيضالي فيها بالجهد ريحان مصر كرام عقلاش عليه مري انا ساعه ما غاتكفينيش مع هاد البيكاله خاصني ساعه اخرى منها كدير شويه تصبخ كتحركوا منها مفوجين على قلبكم حضر البحر احساس جميل ورائع. هاي خاص تكون فيها شي سيبورا فيك كون كانت بيكال شي غنشري بيكال غنشري بيكال صافي خديت قرار غنشري بيكال عجبني الاحساس باغي نبقى نديرها كل نهار واعر 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 صراحة احساس خطير. ريحان كتعيطلي اجي حدايا اجي لهنا ما عادش فيه مشى الطارج. المهم انا باغي نمشي على جناب البحر. ريحان طحتي طحتي ولو ولو وقيلا ريحان طاحت ملي ما تقولش لي طاحت يلا يلا شوفوا وقيلا ريحان طاحت على الزرع ملي طاحت نطيح قبل منها انا ما كنضحكش عليها يا ربي يا ربي ما كنضحكش على ريحان طحتي ومالك واقفه كتحب ليا طحت شوفوا ريحان غدا نشري بيكالا شريتي شي بيكالا ونبقى نمشي انا وياك غدا معايا كثير واو انا يا حبي عاد كنحس بها في كنتنفس من الاعماق صافي شوفوا شوفوا ريحان طاحت تضرب لها توعدت يا ريحان وجه لك راسك في هذيك القوقوبة واقيلا غنفقد داك Thank you.
هو البنات كاين في بارغون حدا العنق، بين بارغون والعنق. عرفتوا البنات درنا واحد الدويره فنه، الجو زوين، منها سبور، منها تفويجه، منها شبعنا ضحك انا ورايحين. عرقنا الصراحه وجينا عشو حسينا بالوقت بزاف، درناه ويلا 45 دقيقه، ولكن عرفتوا راه ما يمكنش واحد المتعه كتحسوا بها مع حدا البحر وداك الشيء كتفجوا. اش بغيت نقول لكم دابا انا ورايحين غادي نمشيو لفتره، ماشي انا بدا ماشي فطور هذاك تما غدا نمشي لغات فطري. المهم غنمشي انا ورايحين نفطروا، خليكم معانا. ريحان كتراجع في اتي. المهم حنا دابا خدينا، ريحان خدات هاد الفطار، هاد الطوست اللي فيه الفرماج وفيه الشاركوتري، وخدات هاد الديسير واتاي. انا خديت الفريز كما عارفين انا دايره الريجيم محافظه عليه، وخديت هاد السلطه نوريكم شنو فيها بلاتي. السلطه اللي خديتها البنات فيها الخس، الطون، لافوكا، وهاد الكينوا، والبيض مسلوق، مايونيز، والطوماط سيريز.